بسم الله. لكسيون 20 نور مت دير ني اونا ديش. فقط معك يعني ابدا مع او بدونك. هازونال برونوم اكوزاتيف اون داتيف. فالضمائر الملكيه او الضمائر عدد الضمائر لدينا في النوميناتيف في الاكوزاتيف وفي الداتيف. في النوميناتيف زي ما تعرفون اش تو ار زي اس في اير زي زي. في الأكوزاتيف مش دش إن زي أس أونس أوش زي زي. فبعض الأفعال تأخذ الأكوزاتيف وبعض الأفعال تأخذ الداتيف الذي هو ميا ديا إيم إيا إيم أونس أوش إينن إينن. طبعا كما كنا نعرف أن أغلب الأفعال تأخذ الأكوزاتيف والبعض يأخذ الداتيف. نفس الشيء في الـ reflexive pronomen. يعني في بعض الأفعال زي واشن كمان. فمثلا أغسل نفسي أو أغسلني مثلا. ف يأخذ شيء، يأخذ ضمير يعود إليه. فهذا أيضا يقسم إلى قسمين، يعني البعض يأخذ الأكوزاتيف والبعض يأخذ الداتيف، هكذا كمعلومة جانبية. فهنا يقول دي فراو ليبت دين مان. طيب أنا لا أريد أن أذكر المان، أريد أن أذكر ضمير لأي سبب كان، فأقول زي ليبت إن، هي تحبه. ده مان ليبت دي فراو، الرجل يحب المرأة. er liebt sie، هو يحبها. die Frau geht mit dem Mann، المرأة تذهب مع الرجل. فمت جعله داتيف. sie geht mit ihm، هي تذهب معه. der Mann geht mit der Frau، الرجل يذهب مع المرأة. er geht mit ihr، هو يذهب معها. إلى هنا مفهومة؟ أظن سهلة. Yes, that's